عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة أعمال التجليل والصيانة لمباني الحي الحكومية بعد تجليلها في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد مدبولي أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.